في مصانع الطوب وكذا أصحاب المصانع الطوب هنا في مدينة البدرشين، شريط السكة الحديد هنا بين القاهرة وأسوان، وتم وقف حركة القطارات منذ عدة ساعات بين القاهرة ومحافظات الصعيد احتجاجا على رفع وزارة البترول لأسعار المازوت بنسبة 50%. سعر طن المازوت ارتفع من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه، وكذا ارتفع أسعار الغاز الطبيعي وهو أيضا يستخدم في بعض مصانع الطوب. معنا بعض العاملين هنا يتشرف بحقه. نصر أسعار الطوب يا فندم. أستاذ نصر، أسباب اعطائكم السكة الحديد. والله يا فندم امبارح جالنا اخباريه في المصانع. أيوة. ان المازوت زاد والغاز زاد. أيوة. طبعا العماله، انا من ضمن العماله اللي هي طبعا مصانع الطيور ماشي، اصبح حاليا دلوقتي المصانع كلها هتضطر ان هي تبطل عشان الغلو. أيوة. العماله كلها يعني عندنا عندنا كذا مصنع ماشي، مصانع من كتر المصانع. أيوة. نرجع نقول ماشي. طيب. حضرتك في اكتر من سكه بنشاهد هنا قطع النار، يعني اشعال النيران هنا على قطبان السكه الحديد. حضرتك وفي برضه ان طلبتنا اي طلب ما اتحققش لينا. أيوة. هنعمل اكتر من كده، واحنا دلوقتي بالنسبه لينا دلوقتي دول ما يجيش 1% من ضمن العمال اللي هي بتاع البطاله. حضرتك احنا دلوقتي كلتنا كده جايين عشان خاطر عايزين نشوف حل اللي احنا فيه. استاذ ناصر، سعر الالف الطوب الاحمر يعني قبل رفع المازوت يعني في بدايه الاسبوع كان حاليا هنا بحضرتك هنا في العمار في البدرشين هنا سعر الطوب كان ب 200 جنيه ماشي، حاليا دلوقتي بقى 250 جنيه. تمام. ماشي. طيب. ماشي. وده على ارضه يعني عشان حضرتك واحد فقير عشان يبني والطوب يوصل له هيعادل 350 جنيه. قول لي مين الفقير دلوقتي اللي هيبني حاليا؟ مطالب حضرتك معاك شعبان اسامه. ايوه. ايه مطالب؟ على فكره مش بنتكلم النهارده في سعر، احنا مش بنتكلم النهارده بس في غلو المازوت، بنتكلم النهارده في غلو المازوت، في غلو اسمنت، في غلو حديد. احنا بنطالب. شغال في مصنع ولا شغال فين؟ انا شغال في مصنع. احنا عندنا في منطقه عرب ابو ساعد ما لا يقل عن 600 مصنع. كل مصنع فيه على الاقل 300 عامل. 300 عامل دول لو ضربتهم في 600 مصنع يعني بيعدينا حوالي 3 مليون او 3 مليون ونص عامل. اصبح لما الناس دي تقعد من شغلها ما تشتغلش بسبب سعر المازوت يبقى الناس دي كده يعني مش هتلاقي حاجه تاكلها. طيب الحكومه تقول ان سعر طن المازوت بيقف عليها ب 2200 جنيه وهي بتبيعه ب 1000 جنيه، فبتدفع فرق 1100 جنيه دعم. حضرتك احنا جايين قرار من وزير الصناعه والتجاره انه في غلو، بس يعني القرار ده بتاريخ 14 بتاريخ 14 المفروض بتاريخ 14 احنا وصلنا الرساله دي بتاريخ 13 او بتاريخ 12، ما وصلناش الرساله دي بتاريخ 18. نشكرك يا فندم. حضرتك بنرجع من الشغل. حضرتك وقت يا فندم برضه يا جدعان. طب هنقول كلنا نرجع مع بعض. هو بيتكلم كده المازوت والغاز دلوقتي والجاز، بندخل برضه في الجاز بسبب العجل اللي واقف ده كله، انت دلوقتي بتطلع من 6 الصبح و12 ل 11 بالليل بسبب برضه الجاز. أيوه. وانت دلوقتي شاري الدعم من على سعر المازوت ارتفع بنسبه كام؟ بنسبه 110%. 110%. اشتريت طن المازوت اليوم؟ لا لا احنا اشترينا ب 2450 جنيه. هو كان عامل 1150 جنيه. ايوه. بس قايلين الحكومه او الخبر اللي ورد ان هو 1500 جنيه. وزير البترول جه امبارح على السي بي سي ماشي، نزل امبارح مع لميس الحديدي. كلمة واحدة بس. بص يا استاذ، احنا مالناش دعوة بالرفع. الأول بنقول المسؤولين دلوقتي صاحب المصنع ده عنده فلوس مع شبعان. احنا اللي جعانين. انتم مين؟ احنا الشعب دي جعان، البلد دي جعان، العمال دي تعبان. العمال. طيب بنشاهد هنا خط السكة الحديد. احنا مسكنا بالمسجد، احنا مسكنا كل حاجه، ومسكنا بالمسجد،
الناس دي مفيش حد قوم صاحب مصانع خالص، الناس دي كلها شغاله بايديها ماشي، مفيش حد محدش عنده مصنع ملك ولا حد عنده عربيه، الناس دي بتشتغل بايديها في المصانع، يعني وقت المصنع ما بيقف الناس دي كلها بتقعد في بيوتها، الناس الفلوس اللي بتجيبها في اليوم هم بيصرفوا عليها في البيت. حضرتك لو واحد عي لو رقت في البيت ما حدش يتحمل له بريز بلد داري ايوه، كل واحد بيطور من بيته. اللي كده بقى انا دلوقتي شغالين في مصانع الطوب، احنا دلوقتي شغالين في مصانع الطوب، ودلوقتي كل دول اجرتهم يومياتهم وبعد كده ما حدش بيسال فيه، تعور بقى مات ما حدش ليه دعوه بيه ما حدش بيسال عليه. اتاملوا لنا اهم حاجه، اعملوا لنا حاجه، اتكلونا شغلنا في اي حاجه، شغلنا في اي حاجه يا جدعان، عايزين تامين للناس ديت شغلنا على عربية طوب. انا اسمي محمود عبادة، شغلنا على عربية طوب من الاش جاز من الاش صور على عربية طوب. انا شغال على عربية طوب. انت شغال على عربية طوب؟ ما فيش صور. طيب ايه الضرر اللي اصابك نتيجة رفع اسعار المازوت؟ انا شغال على عربيه عطوب، مفيش صور دلوقت خالص. حضرتك انا شغال تبع على جرار، شغال تبع على جرار اي من الساعه 6 الصبح، قعدنا نلف على البنزين كله مفيش جاز، رجعنا تاني بعد اذن حضرتك. انا واحد من العمال اللي شغالين في مصانع عطوب. حضرتك رحت لمصحفات المصانع كيف المصانع دي؟ احنا فيها بنزود البطاله، واحنا اصلا عندنا بطاله كتير. طيب الحكومه بتقول انها بتدفع دعم للمازوت 20 مليار جنيه سنويا. طب حضرتك ما هم كانوا بيدفعوا دعم، كانوا بيدفعوا دعم للجاز لجبل السكري اللي مصر ما بتستفادش منه اي حاجه، كان الاولى ان هم يستمر الدعم للناس اللي هي معدومه. طيب احنا حضرتك ما اللي بيتعور فينا ما بيلقاش اي اسعافات. خبراء الاقتصاد يقولون انه دعم البنزين والسولار والغاز والمازوت ب 120 مليار جنيه سنويا يؤدي ان ميزانيه الدوله تذهب في الدعم ولا يتم افتتاح اي مشروعات. سيادتك الدعم ده هم بيستفادوا قد ايه؟ هم بيستفادوا قد ايه من المصانع دي؟ حضرتك المحاجر ديت مش بياخدوا عليها رسوم؟ اذا بيستفادوا الناس ديت، بتدفع تامينات بتدفع ضرائب، اذا الدعم اللي هم بيدوله الدعم اللي هم بيدوله اصحاب المصانع بياخدوه تاني منهم بطرق تانية. هو اين اصحاب المصانع؟ اصحاب المصانع موجودين حضرتك. حق صاحب مصنع؟ اصحاب المصانع موجودين. حق صاحب مصنع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا حضرتك حق ايمن، انت سعر طن المازوت اليوم اصبح بكام؟ حضرتك احنا كنا بنجيب طن المازوت ب 1150 لحد ده. ايوه ماشي. احنا دلوقتي جايين حضرتك العماله زي ما انت شايف كده حضرتك. دلوقتي احنا حضرتك مش قادرين نقبض العماله. السلعه حضرتك بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم يا جماعه. حضرتك انا صاحب مصنع طوب. طن المازوت بينزلني ب 1150 جنيه. ارتفع الى كام؟ ارتفع النهارده بيبلغني ب 2400 جنيه. طب حضرتك انا هشتغل ازاي واقبض العماله؟ مستودع مستورد يقولون السعر اصبح 1700. حضرتك ما يمشيش معانا، غالي يا سعادتك. طيب سعادتك غالي. هو غالي طبعا ومؤثر ومضر. السلعه بتاعتنا حضرتك. طيب انتوا لديكم غاز طبيعي يعني قريب منكم او ما الى ذلك؟ جنبنا حضرتك. طيب جنبنا. لماذا لا توصل غاز الطبيعي؟ يعني هو تكلفته النصف. المسؤولين اساسا سائل فينا حضرتك. يعني انتم قدمتوا طلبات ليه؟ قدمنا طلبات مره واثنين وثلاثه. 1700 لمن؟ لوزاره البترول وتركيب غاز طبيعي. تركيب غاز طبيعي وجو عينه حضرتك. ايوه وجو عينه. منذ متى وانت قدمت هذا الطلب؟ من حوالي سنتين ثلاثه يا عم. ناس وهل قدمت مره اخرى خلال لسه من خلال شهرين؟ المشكله بتاعتنا بس برضه. ايوه والمشكله حضرتك. طيب دلوقتي الحكومه لكن وزاره البترول لم تقم بخطوات لتوصيل الغاز الطبيعي لك نهائي. هو يبعد اقرب محطه الغاز الطبيعي تبعد عن مصنعك قد ايه تقريبا؟ حوالي 3 كيلو. مسافة قصيرة حضرتك. دي لو انت حضرتك اشتغلت بالغاز الطبيعي هيكون هذا وفرة بالنسبة للتكلفة قد ايه؟ حضرتك الناس اللي شغالة غاز طبيعي النهاردة بتشكي برضه من الغاز الطبيعي، النهاردة حضرتك بيقول لك جاله 100% تاني برضه. ايوه
بحضرتك السلعه الغاز الطبيعي اقل من المازوت باسعاره تقريبا كام بالمية؟ حوالي 75%. حوالي 75%. طيب حل هذه المشكله كيف من وجهه نظر حضرتك وانت صاحب مصر؟ استاذ حل المشكله ازاي؟ حضرتك القرار اللي طلع النهارده ده حضرتك يرجع فيه، محدش اساسا متحمل. انا النهارده حضرتك بعد اذنكم النهارده انا حضرتك النهارده انا حضرتك ما بقدرش اعبد العماله دي، انا ما بقدرش اعبد العماله دي. العماله دي باذن الله ان شاء الله تحل. شريف بدوي صاحب مصنع طوب. بدوي صاحب مصنع طوب. ايوه يا فندم. استاذ شريف، تاثير رفع سعر المازوت ده عمل وخد اقتصاد على البلد، وقفت العماله وقفت وزاد. يا فندم البلد واقفه زي ما انت شايف. اللي انت عايزه هتعمل، انت عايزه هنتكلم يا استاذنا. طب يا استاذنا بعد اذنك يا عم تسيب تتكلم يا عيال. المطالب ينزل سعر الغاز يرجع تاني سعره الاصلي. البلد وقفت زي ما انت شايف. ده اصلا يعني قرار اتخذ عشوائي من غير دراسه من غير اي حاجه. الحكومه تقول ان هي بتحتاج للدعم الذي تقدمه لاسعار الطاقه اللي هو 120 مليار جنيه سنويا، ترى في ترفيه ايه انه يكون في مجال المشروعات. يا حبيبي المفروض الدعم ده اصلا يتشال على شركات الاسمنت، شركات الحديد، ما يجيش على السلعه اصلا متداوله ايام وكل ده يرجع.